مني بتسمع بكفي في 13 من نيسان عام 75 أشعلت بوسطة عين الرمانة شرارة الحرب الأهلية اللبنانية، ولكن بعد 44 عاماً غير مقاتلو الحرب البوسطة، دفنوا أسلحة الحقد والطائفية ووحدوا مقاعدهم في اتجاه السلام. أنا شاب ما عرف الآخر قبل الحرب الأهلية، خاف منه لدرجة الكره. بجيل جديد بقول له ما تصدقوا لا شو عم بقول انا ولا شو بقولوا اهلكم ولا شو بقولوا الشيخ والخوري، بقول لهم روحوا تاكدوا انتم بانفسكم اذا اللي عم تسمعوا عن هذا الثاني مزبوط ولا لا، ورح تتفاجئوا انه معظم اللي عم تسمعوه منه مزبوط. بالحرب نتيجه العيله وخلينا نقول قناعاتنا السياسيه اخترنا نكون مع ما يسمى بين مزدوجين القوى الوطنيه والتقدمي والفلسطيني. أسعد أنا بالحرب كنت أسمع عنه وكان عندي استعداد أوصل وطلع بوجهي بفرمه. اليوم أنا وأسعد نحن بنفس الموكب من 5 سنين وبنفس البوسطة اليوم كرمال مش نقوي صعبات، كرمال نقاتل من أجل السلم الأهلي بين كل اللبنانيين. أكثر شيء يعني بيطلع فيه الواحد من الحرب الأهلية هي العبث والعبث والعبث، لا ما بيقدر يستفيد من نتائجها بالمطلق سوى التدمير الشامل لكل مكونات الحياة سواء الفردية أو الجماعية وحتى على المستوى الفردي الجسدي أو الذهنية أو السيكولوجية. عدد من الحافلات رافقت بوسطة المقاتلين السابقين الذين يحاربون اليوم من أجل السلام في عدد من المناطق اللبنانية وصولاً إلى مبنى بلدية الشياح، حيث جرى إحياء الذكرى بعنوان لا للعنف نعم للمحبة والسلام. نحن نجي دعم السلم الأهلي، مؤمنين بالسلام وبالمحبة ونبزين للعنف. دورنا أنه نرجع نعمم هيدي السقافة وين ما كان بلبنان، وانطلقنا من هون من الشياح مطرح ما انطلقت الحرب حتى نقول من هون كمان في إمكانية حتى السلام يرجع ينطلق. انتبهوا ما تكرروا تجربتنا، نحن خضنا التجربة مع تقدير أنه نحن نمتلك قيم والقيم ما بتتحقق إلا بالعنف. هذه القيم ممكن أنه تتحقق بالحوار وبالتنازلات المتبادلة. وزع المقاتلون العلم اللبناني والورد الأبيض في هذه الذكرى المؤلمة، ووجهوا رسالة موحدة إلى الجيل الجديد كي لا يعيد التاريخ نفسه يوماً. ما تجربوا اللي نحن جربناه، اسمعوا لنا بس. ليال بوموسى، قناة الجديد.